أزور أزول؟ يسجد سفلت في تيزي؟ ياه تيزي تقا طريق ابن زياد انيسياتيف اللي كان تم زور من طريق ابن زياد تقايا نمسو اللي بيدن في يد تدليس اللي فمون كرال دي 20 سنة متفرخين دي فرخان للمغرب ما تقان غويد اللي بيدن في تيزي؟ تيزي بدان تكيان متفرخين دي فرخان اللي كان محضر المهندسين للمغرب ولا فرنسا كندا ألمانيا اللي من باش أدينا زازو في سرتاي اللي كان الانتخابات النوانبير ما منك إسرتاي؟ تيزي ترتبيد مليون نفرخان للمغرب اللي تداروري اللي هو ولا سرتي باش هدف المراد السين غي سرتاي الانتخابات النوانبير إسر دايسن من مراد السين؟ زعما مفرد صوت؟ وهو إسكارة داس النمل البرنامج الانتخابي نملاس نماي كان مولاي الحزب السياسي اللي صدر نفسي تيموكريسين للمغرب لي قال أن ما غنصلح الرشوة أن قاتي قيتي نمال أن بيد في تزاروفت أسنفل نتووري فخان أبدا وزرفان نيبقورن هي تيزي ردتك توفاوت في البرامج لي مولاي لي قال الأحزاب السياسية تيزي رد نقضي مولاي باش يسيقرا أنظرا مولي اللي دار النقطة كله يمقرن أنني فرخان مسن نوفا إزنتنا أي سهلان أتنسي النقطة يدر تنكس يس طريقة علمية اللي غلان كي جاند الجداول ما إلا نغطور دي نتيزي تيزي سبيد نت تفرخين دي فرخان المغرب ورديد نخي بيد ديان لك راغ غيمو اللي نغد كران تمدوست ورنريان غامو اللي إيوا إغر حادي لح تيزي ما راد سكره أي اللي كله يرخانينا راتكش من تسيت www.tizimaroc.wordpress.com رتسجلت أدغي أتيزي تدرت في اللاس